تكنولوجيا الـ RFID مش فعالة في جرد الأصول الثابتة أو ما بتضيفليش قيمة. ازيكم يا حريف؟ أحمد محسن حريف حلول، دي الأسطورة الثالثة من سلسلة الأساطير الجزء الثاني. تعال أقول لك بقى يا حريف ليه الـ RFID تكنولوجي هتضيف لك قيمة وهتعلي الفاليو بتاعك في جرد الأصول الثابتة. اولا لانها سريعه، ثانيا بتقلل العماله وبتقلل الهيومن ايرور، فبالتالي بتديك القيمه. المشكله فين؟ المشكله ان اللي بيطبق الار اف اي دي تكنولوجي بيطبقها بنفس الفكر القديم، انه بيجرد كل فتره طويله او كل سنه. لا، انت معاك تكنولوجي تقدر تساعدك ان انت تجرد في اي وقت وباقل مجهود وباقل عماله، فبالتالي انت حدث بياناتك بسرعه، استخدم التكنولوجي في اي وقت، فبالتالي هتحس بالفاليو، هتحس بقيمة الـ RFID. لكن لو انت ما بتعملش كده مش هتحس بالفرق الكبير اللي انت مستنيه من الـ RFID تكنولوجي.